بعد نحو 3 سنوات من الانقطاع، عود النجم عمرو دياب للتعاون فنيا من جديد مع شركة روتانا، وذلك بعدما أعلنت الشركة عودة تعاونها مع دياب خلال فيديو قصير بثته عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعيد ميلاده الخميس الماضي، والذي قالت في نهايته انتظروا جديد الهضبة مع روتانا. وفي نفس السياق أكد الإعلامي ممدوح موسى تعاون الهضبة مع روتانا عبر منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، أشار فيه إلى أن مدة التعاقد بينهما ستكون 5 سنوات.